13 سنة من التعذيب الرهيب، ما الذي تعرفه عن الشيخ خالد الراشد الذي سجن بسبب دفاعه عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولد خالد الراشد الداعية عام 1970 في مدينة الخبر وفيها ترعرع، حيث تربى كما يتربى الصغار في الشوارع يطاردون الكرة. وكان في أواسط عمره لاعبا في فريق القادسية السعودي بالتزامن مع تردده على حلقات القرآن الكريم في مسجد حيه، لكنه سرعان ما تركها بسبب عدم قدرته على التوفيق بين الدراسة والرياضة. ورغم تفوقه في الدراسة، أولى خالد الراشد اهتماما كبيرا بلعب كرة القدم في فريق القادسية، وهو ما تسبب في رسوبه لسنتين متتاليتين. وبعد سنتين من الاحتراف مع القادسية أصيب الداعية السعودي إصابة شديدة تمثلت في تمزق عضلي في أسفل الفخذ، ما أجبره على الاتكاء على العكاز سنة كاملة لا يستطيع فيها وضع قدمه على الأرض من شدة الألم. بعد مثوله للشفاء قرر الراشد السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لدراسة العلوم الجنائية وتحقيق حلمه بالحصول على شهادة جامعية تؤهله أن يصير ضابطا وأن يضع نجمة على كتفه، وفق ما روى هو ذلك بنفسه. وهناك واصل الشاب السعودي لعب كرة القدم مع فريق الجامعة حتى نجح في تحقيق بطولة أمريكا للجامعات، قبل أن يتحصل بعد سنتين من الدراسة على دبلوم في العلوم الجنائية كان كافيا ليرجع لبلاده وينخرط في الوظائف. لم يكتفي خالد الراشد بدبلوم العلوم الجنائية، فسافر ولاية أمريكية ثانية لأربع سنوات أخرى بعد تحصله على منحة جامعية للعب كرة القدم. ولكن في أحد المباريات وقبل الاختبارات بأسبوعين أصيب إصابة ما كان يظن أنه سيقوم بعدها، كلفته كسرا في الحوض وعمليات جراحية استمرت معه 5 سنوات. وفور خروجه من المستشفى عاد إلى المملكة ليتلقى العناية اللازمة من والدته، ثم وبعد تماثله للشفاء عاد إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإتمام فصله الدراسي، إلى أن جاءه نبأ وفاة والدته في الفترة الصيفية فرجع إلى المملكة ليستقر هناك. خلال عودته إلى بلاده وفي أحد المرات لعب خالد الراشد مباراة لكرة القدم مع أصدقائه فأصيب بكسر في نفس المكان، استوجب مكوته على سرير المستشفى 65 يوما. يقول الراشد خلال حديثه عن صفحات حياته: دخل رمضان 1412 وقررت الرجوع إلى صلاة الجماعة وأن أنتظم فيها، وكان ميلادا جديدا لي، وفي جلسة خاصة وفي النصف من رمضان قالت لي أمي كلمة غيرت حياتي من جديد: الله يرحم أبوك. كان يقول: إن كان واحدا من عيالنا فيه خير تراه خالد. ومنذ تلك الليلة تغير كل شيء في حياتي وبدأت أفكر تفكيرا آخر. ويضيف أيضا: سافرت إلى مكة لأداء العمرة وفي الطريق تركت التدخين، ثم جاءتني فرصة للتوظيف في شركة وبدأت في العمل براتب 4900 ريال مع الأمريكان، كنت الموظف العربي الوحيد. ثم انتقلت إلى شركة أخرى ومكثت فيها 5 سنوات خلقت خالد الراشد. يتابع خالد الراشد قائلا: جئت إلى مسجد به كل الإمكانيات لكن ليس فيه أحد يعمل، وبدأت التدرب هناك على إلقاء الكلمات وانتقلت إلى بيترومين، وقال لي إمام الجمعة: غدا تخطب الجمعة. وكانت مفاجأة لي، وبعد صلاة العشاء صعدت المنبر وبدأت أخطب بمفردي. ومن الغد كانت أول خطبة جمعة ألقيتها عن الصلاة، وكنت شديدا فيها على المصلين. ومن هناك بدأت قصته مع الخطابة والقراءة والمطالعة. يقول خالد الراشد عن نفسه في المحاضرة نفسها: أحببت الهجوم وأنا دائما أحب الهجوم، ومن الصعب أن تكون لاعبا مشهورا وأن تكون حافظا للقرآن الكريم وتوفق بين هذا وذاك. والله لا وظيفة تجعلني أقدم تنازلات عن ديني، والله لن أقبلها لا من قريب ولا من بعيد. يجهل كثيرون أن الداعية السعودي خالد الراشد كان عصامي التكوين ولم يجلس لكبار المشايخ مثل ما يزعم البعض، بل إن مطالعته وتدربه على الخطابة ساهم في تنمية محصوله العلمي واكتسابه قوة في الخطابة مكنته من دخول قلوب آلاف السعوديين والعرب والمسلمين.
وبعد سنوات من إلقاء الخطب والمحاضرات في مناطق شتى في المملكة السعودية، بدأ اسم خالد الراشد ينتشر بين السعوديين شيبا وشيابا، نساء ورجالا. فبدأ جهاز المباحث السعودي بمتابعته بصمت، إلى أن جاءت الفرصة السانحة لإسكاته ومنع دعوته من الانتشار. في سنة 2005 قام بعض الرسامين الدنماركيين برسم رسوم مسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم، استفزت كل المسلمين لدعوة السعوديين إلى التظاهر ومطالبة الحكومات الإسلامية وعلى رأسها السعودية باتخاذ إجراءات صارمة ضد الدنمارك، حيث خطب خطبة بعنوان يا أمة محمد، تحدث فيها بإطناب عن واقع المسلمين وعن الإساءات المتكررة للرسول صلى الله عليه وسلم، وطلب فيها جميع المسلمين بالتحرك. كانت الخطبة التي ألقاها خالد الراشد زلزالا هز قصور آل سعود، خاصة وأنها تزامنت مع دعوته الناس للاعتصام أمام مقر إمارة الرياض التي كان على رأسها الملك السعودي الحالي سلمان بن عبد العزيز. وبعد ساعات أصدرت النيابة العامة السعودية أمرا باعتقاله تكريما له على دفاعه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد اعتقاله قررت المحكمة السعودية أن يتم سجنه 5 سنوات، وحاولت عائلته استئناف الحكم والتخفيف منه، لكن ذلك لم يجد نفعا، مما جعل الشيخ يحتدم بالنقاش مع القاضي الذي غضب لنفسه وضعف الحكم 2 مرات ليصف 15 سنة. قضى منهم خالد الراشد 13 سنة في سجن الرياض، ذاق خلالها تعذيبا شديدا، وصل إلى حد منعه من الصلاة وضربه وجلده وتعليقه، وفقا لما أكده ابنه عبد الله. كانت التهم الموجهة للشيخ خالد الراشد مضحكة، وتراوحت بين جمع تبرعات للمقاتلين في العراق أثناء الاجتياح الأمريكي والخروج إلى النيجر مع منظمة كويتية غير سعودية وغيرهما من التهم الجاهزة. يقول نجل خالد الراشد أن والده تعرض لتعذيب قاس وشديد بشكل مستمر، حيث يتم إعادته بعد الانتهاء من التعذيب إلى زنزانته على عربات الغذاء وهو في حالة إغماء تام، كما أنه يتم جلده حين يطلب من المسؤولين في السجن أن يتوضأ من أجل الصلاة، مما يضطره إلى تأخير 5 صلوات إلى الليل بعد عودته إلى زنزانته من غرفة أخرى لم يسمها. ولا أحد يغار، فغار الجبار، نترك رب، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، فإما حياة تسر الصدير وإما ممات يغيظ العدا، والله لن تترك رب ولن تنجو السفينة إلا بتعاون ركابها. أصدقاؤنا الأعزاء، نشكركم على المشاهدة، وإذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا مشاركته مع أصدقائكم لكي تعم الفائدة، وشكرا لكم على المشاهدة. Thank you.